ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم السبت 26 نوفمبر تشرين الثاني 2022. هيتعرض كل شغلك للاختبارات في اليوم ده، لكن ما تخليش الموضوع ده يأثر على توترك في يومك ده. حتى لو كنت مش قادر انك تظهر المعرفة المناسبة، هيختبرك كل ده حتى في حياتك الخاصة، وفي الحالة دي لازم تدافع عن وجهة نظرك وما تفقدش تركيزك على هدفك الحقيقي، حتى مع وجوب انك تاخد قرارات صعبة في يومك ده. بالنسبة ليك حركة الكواكب النهاردة، القمر بيقضي يومه في برج الجدي. البرج ده عملي بشكل كبير ومعقول في اغلب الاحيان. من خلال العبور الحلو ده هنبتدي ندرك اكتر كل حدودنا وكل قواعدنا اللي بتعتبر معقولة، اللي من خلالها هنعرف نقلل كل انواع القلق وكل انواع الفوضى اللي بتبقى بتسيطر علينا وبتسيطر على حياتنا في الفترة دي. هندي شوية اهتمام اكتر لأهدافنا ولكل مسؤولياتنا اللي بتعتبر مداها طويل ومفروض احنا نحققها في الفترة اللي جاية. كل ده هيشجعنا علشان نعرف نقدر نفسنا اكتر، لانه قمر الجدي ممتاز جدا في المواضيع دي. على الرغم من اورانوس عامل ترين النهاردة في الفترة دي، لكن ده مجرد وضع بسيط هتعرف تصححه وتعرف تتخلص من تقليده. النهاردة هيشير من خلاله اننا هنبقى منفتحين اكتر، لان قمر الجدي حلو جدا وفخور جدا بنفسه لحد ما في طرق كتيرة مختلفة ليه. هتبقى بتأثر على كل برج النهاردة في كل واقع ليه. ممكن نستمتع باننا نجري تغيرات صغيرة لكنها تعتبر مفيدة جدا وواضحة جدا قدام كل مشاريعنا، وهنعتبر من خلالها احنا وصلنا لغايتنا بشكل كبير. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.